ذكريات نجوم البريمو في الكواليس يعني مهمة جدا جدا، وبالذات كابتن رضا عبد العال لا بيسكت على الهواء ولا في أي فاصل. كابتن رضا حمزة الجمل إيه بقى؟ ده يا عم لا هتقول حد الله والله يا ابو ده بيقول لا كابتن ماجد لا 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 ما هو ده حبيبي حمزه لا ايوه طيب ماشي هي مش مفيش حاجه ايه امبارح ده حبيبنا كلنا ايوه ماشي ايوه قول لي ايه بقى اللي انت قلته حد الله ما انا قال لا 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 كان بص يا اسلام هو كان حمزه كنا قاعدين في كينيا قبل مباراه تنزانيا رايحين عاملين معسكر في تنزانيا قبلها باسبوع بص يسمع في الفاصل لا بلاش انا مش عايز اقول رجلك وبعدين هي فيها حاجه القصه لا 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 في قصص بنعديها لما يقول مش عارف ايه 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 اللي ايه ايه لا هو مش لا هو احنا كنا كابتن حامد انت عارف لما بتروح افريقيا فبتاخد معلبات معاك يا اسلام يعني انت ما بتاكلش هناك فانا وكابتن رضا ما بننامش فاحنا قاعدين فكل شويه ناكل وكان واخد قرايش وحاجات تونه وبتاع كده فاحنا بنخلصها ايه هو كابتن حمزه يعني مالي الشنطه ما فيش لبس ولا جايب الشنطه كلها اكل فانا وكابتن رضا بنطلع من عامله زي مخله الجيش فبنطلع وناكل فلقيت حمزه راح مناديني قال لي ولا ابو ده في فران في الاوضه فران بالليل بتقطع قلت له فران ايه ده الكابتن رضا اللي بيقرقش قال لي لا في فران قلت له لا ما تخاف هو كان فاكر اللي بيخلص اللي بيخلص الاكل فار الفار واحنا اللي كنا بناكله لا لا مره حمزه لا لا هو قال لي مش عايز لا فعلا لا طبعا معسكرات الكوره كلها كوميديا ولا افلام كوميديا ولا اي حاجه زي ايه بقى يا كابتن مجدي يعني ايه الحاجه اللي انت ما تنساهاش ابدا سواء بقى مع جيل 90 او مع الاهلي مع الزمالك بتاعت عبد المأمور ولا بلاش لا يقول لك يقعد يسمع مننا انت زهون انت زهون بص نسي ايه نسي القضيه بتاعت اللي بتتكلموا فيه ده اهم من يعني هنتكلم فيه ما ينفعش نقول لا بس انت لازم تقول بتاع الكوميدي والله ما اقول بتاع الكوميدي هقول انا كابتن مجد كنا في كان قبل في معسكر في كان اول بطوله افريقيه لينا 84 مع الزمالك كنا في فندق في الاوتيل في الدقي وكان الكابتن فاروق قاعد مع عادل في الاوضه في اوضه واحده ففجأة الصبح الكابتن فاروق قال له ايه عادل اللي انت عملته؟ قال له اللي انت عملته امبارح بالليل ده قال له عملت ايه؟ قال له عملت ايه؟ انت مش عارف عملت ايه؟ قال له لا عملت ايه؟ كلنا قاعدين فراح قال له انت قمت فتحت باب الشباك الاوضه وقعدت تقول اه كان بيحيي الجماهير ورحت قافل تاني وداخل نايم ايه الموضوع ده؟ قال له ما عملتش كده قال له عملت كده والله العظيم انت ايه بتمشي انت كان يوم ما يعلم فيه الا ربنا خلي بالك الاجوان برضه بيبقى من كتر الهد على ايوه هي والله العظيم ما بيبقوش طبيعيين لا في الفتره وهم بيلعبوا ما اعرفش بقى بعد كده الله يكون في عون مراتهم بقى يعني ايه اللي بيحصل بعد ممكن تلاقيه قام وطرى على المنهج طيب وقعت حمزه الجمل لا 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 حصلت معاك انت اللي كنت قاعد في الاوضه انت كنت في الاوضه ما تخلص يا كابتن رضا خلينا نشتغل لا حمزة اشتغل ماشي اشتغل حمزه حبيبي ده ما ينفعش ماشي يعني اقول لك دماغه قد الكوميدي لا اللي ما ينفعش لا خلاص والله لا لا حمزه بقى في المنتخب الاولمبي خلينا الحلقه تخلص هو مش عايز يقول هي عاديه هو حمزه كان نايم ورايح في النوم مره واحده صحي من النوم خبط في الكوميدي وراح لا مش يا عم ده اتقلب السرير كان السرير يعني كان بالظبط قد كده لاني ثلاثة في الأوضة أنا وهو وأبو الدهب هو اللي نايم في الآخر وأنا اللي في النص وأبو الدهب في الأول الأوضة طبعا دي لها مغزى أول الأوضة عشان لو حد خبط أبو الدهب يوم يفتح وطبعا في بتفتح البلكونة اللي جنب حمزة تبقى منك للشارع على طول فعلا والله تفتح في جنينة وبعد كده على الشارع على طول
فطبعا لو حد دخل يضربوا حمزه الاول قبل ما يجي يكون جريت. فحمزه بيتقلب السرير صغير جدا فهو بيلف عشان بفكر ان هو سرير كبير بقى ونام في البيت عنده. بيتقلب اه بيتقلب. دماغه خبطت في الكومودينو كسرته. وقام جاي قايم نايم عادي. واقسم بالله زي ما بقول لك كده. فعمال اقول له انا قلت اغمى عليه. ايه؟ قلت له ايه؟ ده الكومودينو كسر. كان عليها اباجوره. طيب